ناس كتير بتسال ان هما مش بيش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب حابب بس ان انا انوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي ليست في لكل صف لكل صف بيكون لهم بلاي ليست كامله بينزل عليها فيديوهات الترم كامله وبالترتيب كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناه وبعد كده هتلاقي هنا في حاجه اسمها بلاي ليست او قوائم التشغيل هتقعد بقى تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتابعه وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازله بالترتيب، وما تنساش ان انت تدعمنا بلايك ولو انت لسه اول مره تتفرج علينا يا ريت تشترك في القناه. بص هنا طبعا بيقول لك اثبت لي ان ان الاريا بتاعت الفيجر ده هيكون ايكوالز الاريا بتاعت الفيجر ده. سهله. بس فيها حته جديده ايه هي بقى اول حاجه هنا انت هتبص هنا على تو ترانجل دولت ترانجل دوت ترانجل ده اه وترانجل دوت مالهم دول هاف ا كومن بيس اللي هو مين اللي هو الاي وايه كمان؟ واقول هنا ان الـ AD parallel to BC. هنستفاد ايه؟ ان area of the triangle ABD equal area of the triangle ACD. دي مشكلة في الحتة دي. طب بعد كده هقولوا هنا بقى subtract ايه؟ subtract subtracting area of the triangle AMD from both. هنشيله subtract. واقول هنا subtracting area of from both. هنشيله subtract. واقول هنا subtracting area of triangle A,M,D From boss من الطرفين هيطلع لك ايه؟ يبقى زن ايه زن دي؟ زن ان ترينجل 1 هيكون ايكوالز اريا اوف ذا ترينجل 2 اري اوف ذا ترينجل 1 ايكوالز اريا اوف ذا ترينجل نمبر 2 ده اول جزء ادخل بقى على ترينجل بي ام سي ان ذا ترينجل بي ام سي ان إيه ذا إيه إيه اخلص في ايه في السي بي هو اللي هنا, هناك هنا هو. فمعنى كده ان الام اي إذا ميديان فمعنى كده ان اريا اريا سي ام اي اريا اوف ام يعني اقدر اقول ان اريا اوف ذا نمبر 3 equals the area of the triangle number A, e, 4. يبقى area of the triangle 3 equals the area of triangle A, e, 4. آخر خطوة بقى، آخر ستب بقى هنعمل إيه؟ هقول هنا adding هنضيف adding area of triangle 1 plus area of triangle 4 equals area of triangle 2 plus area of triangle 3 then the area of the figure ABM equal the area of the figure DMEC. وي بس. هتقولي انا مش فاهمها، شوف اللي بعديها. زيها بالظبط. اللي بعدها برضو زيها. شوف هنا بيقول لك ايه عشان نعرف برضو عايز ايه؟ قال لك اثبت لي ان area of the figure ABXM equal the area of the figure DMYC. بيقول لك اثبت ان الاريا بتاع الفيجر ده هيكون ايكوالز area بتاع الفيجر ده ده فكرته هو نفس اللي فاتت برضو اقول هنا برضه بص لي يا معلم ايه بص لي على ترانجل دوت اي دي بي وايه كمان وترانجل دوت اي سي دي مالهم هاف ا كومن بيس مشتركين في نفس البيس اللي هو مين اللي هو الاي دي و إيه كمان و إن الـ AD parallel مين؟ to PC. الـ AD parallel to PC. يبقى نستفاد إيه؟ هنستفاد إن area of the triangle ABD equal the area of the triangle ACD. و برضه أقولو subtracting area of the of the triangle ADM from both. يبقى then area of the triangle one equal the area of the triangle two. بعد كده أقولو هنا since the two triangle CYM لو دوت ترانجل ده والترنجل الثاني اللي هو دوت اكس بي ام مالهم شو هقول له ايه هاف ايكوال بيسز lengths لينثس البيس بتاعتهم بتكون ايكوال lengths اند هاف ا كومن فيرتكس

هنا في المسألة ده بيقول لك هنا إن AD دي بارل تو بي سي. وبيقول لك هنا البيزا بي بوينت. تمام؟ والسيزا سي زي بوينت برضه. ما فيش مشكلة. فبيقول لك هنا اثبت لي ان اريا اوف ذا ترينجل اي واي بي ايكوال اريا اوف ذا ترينجل دي سي المساله بتتحل باكتر من طريقه هنا اول حاجه هي المساله بتتحل باكتر من طريقه هتقول له هنا ان ترينجل بي اي دي ترانجل بي اي دي وترانجل سي اي دي ترانجل بي اي دي وترانجل سي اي دي مالهم؟ هاف ا كومن بيس هاف ا كومن بيس لو مين؟ لو الاي دي اند الاي دي بارد مين تو سي بي خلي بالك انت لو ما جبتش السيرت الباردم بت, 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 بتنقص في الدرجه بتنقص في الدرجه فبقول له هنا اند الاي دي بارد مين البي سي زين area of the triangle ABD equals the area of the triangle ACD. وأقول له بقى هنا subtracting area of the triangle AMD from both. Subtracting <applause> area of the triangle AMD from both. هنستفاد إيه؟ يبقى area of the triangle 1 equals the area of the triangle 2. Area of triangle 1 equals the area of the triangle 2. وبعد كده هندخل هنا بقى كده على triangle مين؟ AMY يبقى إحنا قلنا هنا area of triangle 1 equals the area of triangle 2 بقول له هنا بقى in the triangle A M Y ايه اللي فيه since in the B midpoint of the M Y then the A B is a median يبقى area of triangle 1 equals the area of the triangle 3 area of triangle 1 equals area of triangle 3 وهنا برضو نفس الكلام قالوا لنا سينس ان السي ميد بوينت في الام اكس يبقى دي سي از ا ميديان يبقى اريا اوف ترينجل 2 equals the اريا اوف ذا ترينجل 3 يبقى area of triangle 2 equals the area of triangle 3 طب وبعد كده؟ هنا 4 اسف المفروض هنا 4 احنا قلنا هنا 1 equals 2 وبعد كده قلنا 1 equals 3 وهنا بقى اقول له بقى ايه 4 بعد كده اقول له كده بقى زند بقى شيل المتشابه كده بينك وبين نفسك كده شيل كده هنشيل 1 مع ال 1 ونشيل ال 2 مع 2 هيطلع لك هنا 3 ايكوالز 4 يبقى area of triangle 3 ايكوالز area of triangle 4 يبقى area of triangle 3 اللي هو طلبها ايكوالز area of the triangle number 4 وبس كده وبس كده طيب هنا قال لك في المساله ديت دي اثبت لي ان الاريا بتاع triangle دوت ايكوالز area of the triangle ام اي عادي نفس الكلام. هقول له هنا ان ترينجل بي اي دي اللي هو دوت. وترينجل ترينجل مين بقى؟ اقول له هنا ترينجل سي اي دي اللي هو دوت. مالهم؟ هاف ا كومن بيتس، اللي هو مين؟ اللي هو الاي دي. وايه كمان؟ اقول له سنس الاي دي كمان بارل مين تو بي سي. then the area of the triangle ABD equals the area of the triangle ACD. وبعد كده هقول له subtracting the area of the triangle AMD from both. نستفاد ايه؟ ان area of triangle 1 equals the area of the triangle 2. يبقى area of triangle 1 equals the area of triangle A2. تمام. وبعد كده ادخل لي بقى على triangle دوت. E M C. All since ان بوينت في ال CE. ال MD is a median. ال MD is a median. ال MD is a median. <تصفيق> يبقى <تصفيق> area of triangle 2 equal the area of the of the triangle 3. يبقى زين هنستفاد يبقى شيل متشابه في المتشابه ال2 مع ال2 يبقى area of triangle number 1 equal the area of triangle number A3 وهو ده اللي كان طالبه فعلا وبس كده في المسألة دي بيقول لك هنا اثبت لي ان ال area of the triangle AEM equal the area of the triangle DNC DNC اللي هو دوت عايزك تثبت الاريا بتاعت الرنجل ده يكون ايكوالز الاريا بتاعت الرنجل دوت فكره المساله هنا برضو زي ما احنا كنا بنعمل في البدايه في كل في المسائل اللي فاتت هتبص هنا امسح كل ده بقى كده احنا عرفنا خلاص هو عايز يثبت ايه واقول هنا ذا ترينجل ABD بي دي وترينجل اي سي دي triangle ABD triangle ACD ما لهم have a common base اللي هو ال AD وكمان أقول له AD parallel to BC فهنستفاد إيه هنستفاد إن area of the triangle ABD equals area of the triangle ACD وهنعمل برضو هنا له subtracting area of the triangle AMD from both يبقى زين area of the triangle number one equals area of the triangle number 2 وهنقول اسمها يعني هقول له area of the triangle a m b equals area of triangle d m c ونكتب قصاده كده ايه نمبر 1 طب لو جيت لو جيت انت هنا بقى تدخل على triangle a m b a m b اه قالوا سينس ان الاي ميد بوينت في الاي -E بي يبقى الام اي ذا ميديان طبيعي انك هتقول له يبقى اري اوف ذا ترينجل ده هيكون ايكوال للاري بتاعه الترينجل ده اري اوف ترينجل 1 ايكوال ذا اري اوف ذا ترينجل 2 بس الحته دي مش هتفيدنا يعني انا مش عايزها كده المره دي امال اقول له ايه عشان هو عايز بس الاي اي ام اللي هو دوت اقول له كده ذن اري اوف ترينجل 1 ايكوال ذا هاف اري اوف ترينجل اللي هو الكبير ذات نفسه اي ام بي يبقى انا بقول له ايه هنا؟ يبقى انا بقول له ان ده 1 ايكوالز 2 اه عادي ما فيش مشكله بس في نفس الوقت هقول له ان area اوف ذا triangle اي ام اي ام اي ايكوالز الهاف الاريا اوف ذا ترينجل اي ام بي ده الاريا بتاعته بيكون equals الهاف الاريا اوف ذا ترينجل اي ام بي ونكتب قصاده نمبر 2 نفس الكلام هنا برضو نفس الكلام هنا برضو اقول له سينس ان ان ميد بوينت في السي ام الان ميد بوينت في السي ام زين الدي ان ذا ميديان يبقى area of the triangle number 3 برضه هيكون equal to the area of the triangle دي ام سي يبقى area of triangle انا قلت 3 ليه؟ قلت 2. area of triangle 2 equal to the area of triangle دي ام سي. نكتب قصاد number 3 ومستر هو مش هينفع ان انا اقول 1 equal the 2 2 ايكوالز لا ينفع بس هتكتب كتير قوي. كده اقوله كده زين شيل كده بقى وكنسل كده المتشابه انت عندك هنا الهاف, مع الهاف تروح مع الهاف والاي ام بي تروح مع الاي ام بي دي ام سي ايكوالز دي ام سي هيبقى عندك ان اري اوف ذا ترينجل نمبر 1 اكون ذا اري اوف ذا ترينجل ايه نمبر 2 فانا شايف انك دي افضل اللي هي ايه حركه انك تثبت او تقول له ان اري اوف ذا ترينجل اي ام اي ايكوالز الهاف اريا أو ذا ترينجل اي بي ام شايف انك تقول كده افضل بس لان في مسائل جايه بعد كده انت هتبقى مجبر انك تستخدم الطريقه دي السؤال اللي بعد هنا بيقول لك ايه بيقول لك هنا ده السؤال ده مش هيكمل خطوتين بيقول لك الايميت بوينت اه فبقول لك اثبت لي ان اريا اوف ذا فيجر اي بي سي اي اي بي سي اي شوف لاحظوا كده area equals the area of the figure D E, -B -C. D -E -B -C. هنبتدي منين هنبتدي, هنبتدي من two triangle دوت triangle ده وترانجل ده مالهم دول باين عليهم أصلا هو البيس piece بتاعتهم equal in length هو all in a sense is two وتقول أسميهم have equal pieces have equal pieces in lengths يبقى هنستفاد ايه؟ هنستفاد هنا وهتقول وأن... و... له كمان ان في بارل لازم تقول ان في بارل اند and... اللي الاي دي بارل تو بي سي يبقى زين area of triangle 1 equals the area of the triangle 2 area of triangle 1 equals the area of the triangle 2 وبعد كده هقول له بقى هنا ادنج ادنج اريا اوف ذا فيجر او اريا اوف ذا ترينجل اي اي بي سي تو بوس هنضيف الاريا بتاع ترينجل بي اي e, سي للطرفين هيطلع لك في الاخر ان اي اي بي سي اللي هو الفجر اللي هو طالبه هيكون ايكوال ذا اريا اوف ذا فيجر دي اي بي سي الاريا بتاعت الفجر ده هيكون ايكوز الفجر بتاعت الايه الفجر الثاني اللي هو دي اي بي سي بس يبقى كل اللي انا قلته هنعمل ادنج بس الاريا اوف ذا ترانجل اي بي سي بس انا هنا هقول له بعد ما تقول ان تو ترانجل دولت هيكونوا ايكوال هتقول له هنا ادنج ادنج اريا اوف ذا ترانجل اي بي سي تو بوس هتقول هنا ادنج اري اوف ذا ترانجل اي بي سي تو للطرفين هيطلع لك في الاخر اهو خلاص هنا area of the figure ABC equals the area of the figure DABC